السلام عليكم. خليني أنا أحرك عنك، وهاي جاية، هاي الرابية المقاتلة الشرسة، خليني أحرك عنك. هاي يا هاي يا خليني أحرك عنك. سمحوا لي لا يتعدل معايا رحلة شوي. هاني شوي اللي تقولوا لاين خارق واحد هنا تياه نبقي نوقف عليه كذبة. أول حانك فضي قراش قاع تريموت تكون أوكي خارق واحد هون دائما يتخاف عليه، تخاف عليه الدار ساكنين فينا احنا، وقواري جا ويتخاف عليه بالقواري جبيروه. ولين نعتركم شوفوا الكذب، انا لازم عندي روي بيضا انت موقف عليه من الكذب، لكن لين نمشي بيكم من الدار وعد بيروه تكايس ماركم تراعوا ذا قراج تراعوا فيه، ما في شي فيه لاذي الوتر كحلة، تراعوا فيه لاذي الوتر كحلة يرموقف فيه، هذه جي ام سي. حاني دور وقف عليه من هذه مكذبته، ما تلاقي كذب، كذب حرام. لا زين عندي باط في العواصف، شوفوا هذه جي ام سي اللي هدات لي زوجتي عليها تالة 29، وهذه وتتها هي كانت راكبه تراعوا فيها. ولين نعتل المنادم لين نعتلوا بيرو انه بعيد من الدار، و لين قيموا ان شاء الله نمشي بكم ووقفكم على بيرو قبل الكراج. وذاك بيروه قاع كراج بيروه لا نقول لكم في روايه، كراج بيروه دائما في قاع شمن اله كونستراكشن هذو لي ستوب ساين وروايات، ما هو واحد هو وهذا قبل يعني هذا نحلوا شوي ندير سين تيري ذاك السنو ذاك يبط بدو قاعد لا نقدر لكم لا ميوزيك حنشوي لا ميوزيك لا خالق روي بيضا هاي النهون بالكذيب والمراد. انا ماني صايب وقال لي روي بيضا راسين وشن روي بيضا تون في امريك وترى يقول هو دارو في بيرو هو بزنس ابارتمان والوتات الوتات انا ما شاء الله في تبارك الله الوتات عندي قد الحشيش، واذا ما هو مفاخرة ما هو للفخر. اي وت الرابية وذيك اللي موقفة في قراجة اللي تراها فيكم ذيك وتي نشتغل بيهم ولا انا متفخرين بيهم. نحن فرع علينا نحركوا لا الوتات الكبارات، لماذا؟ لانه ذو الوتات نستخدمهم للشغل مولي نختار الناس تفهموا، لان فرع علينا نحركوا ذو الوتات، لان شو المرات نعودوا فرع علينا نشروا اله والله قرادير والله نفدوا اليات والله شيء نعودوا نعادل الوطريان، معناه انه ما هم للفخر هذا للشغله للعمل، ما هم روايه تفخر بها رقاش. قال الناس اللي دائما واحده فيه بنادم يقول لكم الرئيس وانه ما عنده شيء لين نعتركم بعد عاد لا الوتات طاعنين هم راهم لا يطردقوا الليل وتو ولين نعتركم ولي قراج الشركه قراج الشركه موقف فيه هو شو موقفين الوتات هذاك الدوني منهم اللي دائما موقف فيه كامري موقف فيه تويوتا كامري قاع ما يستخدم رقاش قاع جاني من الامريك من الروبي بيضا قاع نعطيها الكادو نعطيه تويوتا كامري كحله كادو موديل 2011 بها القاع ما نستخدمها ما يهمني ما عندي ما بيني متكبر لا بيني انا نحتاج لا الوتات العمل الشغله خرسوا هاي الارض اللي فيها فيها غلاس دائما فيها غلاس وفيها الثلج ما يقدروا وتات صغار تعود رقاج يمشي فيها يراكبهم يوفرهم فاهم نختار نقول الروي بيضا قال بعد يدير مرد لا يتوقف انا مولي داري ساكن فيها فامها كاملين فور دور بانلز قال فايف بانلز دور معرفه دور نعت لكم ديفيرونس مي ذاك برك هذا تعودوا تعرفوا فاهم هذا غلاس تراو ذا حماش يعني غلاس ما هو ذا عنكم ليش شو تراي الوتات ينطروا كلها خايف ذا منو بعد لا يتصبروا معايا قراج مبينا معايا عندي 15 مينيت والله 10 مينيت وش
اللي هو باط هوك بيرو هنا نقيم واعدين وتوني نوقفك على الكراج الفافي الاخر. والله كنت صايب الليله كان ما فيها العواصف يدني نقيس بكم لات الكبير ونعطيكم لذلك ماين الواقفات ما يشتغلوا ما معدين نعطيكم قرادرات يا فاطمه. الناس اللي توقف لي انا المراد فريمر رويبضه رويبضه تعبانين عالم ولا انا اللي تعب. ايوا عيطوا للقواد كماش اللي يقول لكم اعلان يقول لكم هاك بيرو ابارتمون بيرو بيلدينغ في بيروهات وفي الناس في دفر امريك تعود عماره فيها متاجر في التحت ويعود فيها مكاتب وتعود فيها الناس ساكنه فيها. لما من قال المجمعات التجاريه معرفه تعود فيها الزر للسكن ويعود فيها الزر للمكاتب يطيركم مجهلكم الرابيه الرويبضه راملك ما يكسحوا. او خلق واحد يقول لي نعتنا انا مالي قطيت 2018 مالي قطيت مشيت بكم في بروجي تام نشتغلوا فيه وخاطكم لا حاجه لك نعت الناس كامله لين انتم دائما صايب نوقف الاسواق على دميه الله يطيركم مدناكم. غير بعد ذاك الرويبضه لا لعله يتمونك الليله في امريك نضربوا فم انا قلت اني لين اطلع عليه ولين نمشي به من الدار لا فاهم تي قاع سمحي لي نعرف انك كيف انك جيتي فاهم لين فجروا مع الصباح سافري الله يقصر اعمارك. شوفي الناس ما تعرك شوفوا ذوك دور تشوفوا لا وتات يصبوا الملح اللي قدروه بيلي الناس ما قاعده تحرك بها كلاص فاهم. احنا قيمنا عن الدار ولا قصه قايسين مكتب نختار مولي نعلم هون وحدين علمنا رود كونستراكشن دائما مولي عندهم موبل اوفيس موبل اوفيس تنقال مكاتب متنقله شوفوا ذوك قدروه ابيض كامل تراو فيه شوفوا هاي واي بدل ما يعودوا ماشيين عليه اربع وتات على كل زر شو فيه لا لاين وحده هي ما يقع صالحه هي اللي ماشيين عليها بيلي الاخر مازال عليه كلاص ما فات متسح اللي يطيل الرويبضه الخزن ان شاء الله يطيل من الخزن رابي كردي عني التليفون كردي عني لا نختار تعب ووقف هما الناس يشد عليها لا شي لايف نيت فيلمي لا روايه لا ما يشد عليها لا ولا يناتو الرويبضه او قعد انت مع اصحابك ذاك في نيويورك خليك تكسح اللي يعطيك الخزن الله يقص عمرك من كذبك. يقولوا ما هذا كل رانكم بعد شفتوا كراج فهم كراج دار رانكم شفتوا عنكم لا تكسحوا هذه لايف معدله بذو عواصف الثلج لا من اجل قتل رويبضه مكسور عمر بالكسحه قاعد لا يكسح يطيل الخزو يقولوا هو كذا يقولوا ما بيرو هذا يقول الجار وكذا وكذا هذا فعلا قطينا ذيك الساعه سكننا في قديما وياس من زمن غير حولنا وعدلنا مكاتب الشركه وفات المرده طياركم مدناكم الناس خلق نوع من الحقد والحسد صارتوا لا ميزك بينا مع الحقول هي لا بعد اللي مرد بعد لا توقف انا قاعد قلت لهم قد نوقف عليك حالا لا قاعد قلت لهم ما هو محتاج انا اللي اوقف عليك راك انت لا تكذب اعوذ بالله قبيله واحد كاتب لي انت قالوا علينا لا تملك قوت يومك من فهم قال لي انا اتصلت بواحد وقال لي انك عندك بعد قوت يومك قلت له باطل لباس هو اعترف لك باطل عندي قوت يومي ولا باس هي قاعد فوق ريشه يقصر اعماركم اعوذ بالله ذاك النوع من الناس ذاك النوع من الناس ما راكبه وتا 75000 دولار على امريكا يعرفوا هذا يقول لك عندك حمايل المالكم اللي كلها تسوي 125000 دولار يقول لك واحد انت قال بقوت يومك الشركه اسمها رود سيفتي يو اس رود سيفتي يو اس رود سيفتي يقول لك واحد ولك ماشي يقول لهم يعطي الضرايب الضرايب تقدر تاخذهم انت من الانترنت الله نوع من الجر نوع من الجر ما قبل شفته ضرائب شركه يقد واحد يجي الانترنت ويجوجليهم ويوخرهم يقالطوهم ناس يقالطوهم ولا كيف تطويل بذاك النهار قاعد عنده ما فيه شيء معدل انه يقراه يقول عنه دليل على التالة دليل على التالة انشروا صفحتك الحق حق عندك دليل انشروا لقاش عنده دليل ينشروا ما يتم يعدل انه يقرا شيء ما هو خارج نعطينا بونجر لزاده نطير اسبانيا الله يزاد الله يطيرهم يقال تبي قاطع الناس قاعد عندي دليل وانا عندي دليل والقواد ما هم مهمين والقواد يقول لك عندي 18 دليل وما قد واخذ دليل واحد دليل واحد ما قد واخذ نتحداهم انا دليل واحد هو واخذ دليل واحد الله يخزي مو امشي ايش من لك يا ابو صبيبيطي لا سمحي لي حبي نعرف لك جاي الله كذا البرد يا غير لا لا زين عندي يقول لك جواب ارسل برد عط الطابع لي جاب جواب غير محل الحمد لله طابع لي جواب غير محل يقول لك انه دائما الناس عالم ولا لا لا حقد لا
قال حسد والمرض والخارج من العياذ بالله. نعم ضيعهم الحسد العياذ بالله. الحسد دكتور مولاه العافية قلت بيه جهنم العافية. تقول انا صار برد على الطابع الحمد لله انا شاكرت. هاي الارض عدت لي فيها 7 سنوات. هاي الارض اللي لها اللي بارده عدت لي فيها 7 سنوات الحمد لله انا شاكرت. لا زين عندي تكسيح تروي بيضاء تكسح حشمك عنك لا تحشم. قال خلق في شيء يعود في ما في الدم خارج من الخارج ما في الدم ما يحشم ذاك الشيء شاف وتم اللي ذاك اللي في قلبه هو وكحاله هو ومرض فيه يقول لي وحينكم عود بتل من العياذ بالله. يطلع لي واحد قال لي يا اخوي عين كام قام يضرب يعرفوا ولا قاعد عدرو عين كام شو من الجهه كذا قاعد يحاني امريكا ولا كذا تصدق علي شيء ياكلوا يضرب يعرفوا قاع هذا تقعد لا تك الساعه قاعد لا عدت امه قاعد كل مرواقج توخر الشهاده هذاك معدلهم مرواقج وانهم قاعد مدوهم ما مد ما فيهم اللي عنده شهاده ذاك يقول انه دكتور هو ما قد توخر يقول هذول الناس يتعقد بين ما عنده دكتوره وعاد يتفخر بدكتور تخوه ولو خرج قاع جاهر ولا وجه احد هكا اللي هو كان ماشي جويهر وقاع ولا وجه احد أنا قاعد مهم ما مهم من عندي المهم عندي لا روي بيضة نيويورك روي بيضة نيويورك والمهم عندي كماش لين طول لا قرادة بيلي حد كرشو حد كرشو مبوطة وركم دلي خلي خلي هاي مسكين سبيل محكمة لين طول لا قرادة بيلي شو آخر ما يجي دقاي حرك ونوع الوتاد ما يجي يركبون بيلي كرشو دور تخبط فعلهم بوطة أنا بتكت الله يرحمه عموما الناس ما هم فاهمين على انك تجي البيلدينغ وتكري قواريج ديري فيه ماتريال اللي جاهلين مصوبين كانوا في موريتانيا كلهم يحفت عليك ريعاته لا كان في بوادي جوجت يحفت عليك ريعاته والله الكاتي اللي وذاك الاخر كان في بوادي الشرق كانت ماشاتي العاصمه كانت ماشاتي العاصمه نمشي بهم شور نمشي بهم شور هولي نسدرهم وندخلهم فرن وخلهم كل شيء قاعد نخلي نمشي له مره اخرى جوايهرين ما يعرفوا ما كان خاسر يظلوا قاعدين قاعدين هم قاع مد ما انا قاعد عندي لا قاعد الحكومه قاعد انه ما يسنتهم ولا يخرصهم قاعد ولا طارحين مهميه قاعد تبعد ابويا صنت الله يباتك بعد وني قلت عنك الدور دابر ناسيوناليتي عدروها لك وني قلت انك تدوين قرا عنك الانترن الفرنسي قرعوه لك وني قلت عنك الدور المواطنين وعدلوهم التامين الصحي عدروه لهم اللي طلبت كامل وعدل مو ما قاعد ما يسنتهم بالماء يعطوا يطرحوا فكره ولا شيء دور قاعد دور التصريح دور لا العيب وخير تصفطاتي وكشكشاتي وش ما تعرف شنو ما يمد قاعد تخمم قاعد في الصراحه ولا يمد قاعد عندها دكتوره ولا يمد عندها شيء شي من الجهال اللي تقولوا اللي الناس اللي كيفنا طلعت للبث لا الخير خارق لا الخير لا خارق واحد هون روي بيضا هون في نيويورك لا روي بيضا من الامريكان نيويورك خارق روي بيضا هون في نيويورك قال شي من المراد قلت لهم لا يوقفوا عليهم سمعتوني قال لهم هو ذا بيرو هو في داره انا قيم طرق من داري وقال لهم هناك جراج كذا كامل الشركه قلت له انا لان نعت لك على ان هذا جراج داري وذو تاتي اللي نركب انا وعيالي وذا جراج اللي تكلم عنه جراج الشركه والله قاع قواريج الشركه عنده عده قواريج قال بعد جراج اللي تكلم عنه لان نعته لك في موقفه قاع فيه لا توتا كيمري موديل 2011 واللي سبق فيا نعطيها له هذه كيمري تويوتا 2011 اللي جاني قاع هذاك نعطيها له لا اللي دورها اللي يطلبها نعطيها له كركبه بلا غايه فيها وقلت على اني ذو لي بيك لي بيك اب ولا تتراد ما نركبهم اللي تفخر هذو اللي الشقل ذو نشتغلوا بيهم نقد نركبوا لا الوتات الكبارات لماذا لانه ندور لا وتقويه تعود تقد تجر والله تقد تدير فيها شاريت من مرحبا بك انت ذاك اللي تقول لي مرحبا بجلاد الروي بيضا خير في هذا قلت له لين بارك الناس اللي ما شاهدت البث في البدايه ترجع لبدايه البث الى نيوفا ترجع له لا يشوفوني قيمت من داري انا عيالي كيف نجات وقلت له اعلني لين نمشي لها واحد بالبيرو لين نوقف ذي المرده بعد المرده توقف واضح لك توقف لا موقف على واحد لا روي بيضا واحد يا غير الغرض مثل لا ندور الروي بيضا يخلوا عنا مذم الكذيب ويخلوا عنا مذم الحقد هذا الشمن حطام الدنيا ما هو مهم الوتات ما هو مهمين والجار ما هو مهمين المهم العمل الصالح يا غير لين عادوا هما دوافعهم الحقد والحسد والكذب على الناس لين وقف عليه المرده وتوف لين وقف عليه وقلت له مالي لا نقول لك روايه قلت له انا شوف لا نمشي بك من كوارج الدار انا كراج الدار خليت في ذيك جي ام سي واقفه موديل 2021 واقفه فيه سمعتوني السياره
وراكب ذاك التيه والترابي انحرك بها، ولين وقفوا على قواريج الشركه اللي عندها، ولين وقفوا على قلت له على انه كراج تكلم عليه موقفه ذي كامري ما يجرقاش حركه ما نقع ما حركوا ترينا. قلت له على انه ني نركب الطياره الليله جيني نطيها له نطيه كامري يرجع بها نيويورك نطيها له كادو معنا قاع ما جديده هي موديل 2011 معدل 2011 يا غير محقه الموريتان لا زينه عندهم يسبق فيا هو والله واحد من الرويبيضات اللي عندهم نطيها له يمشي بها توتوك في المرداقة الكذب ما يتمرقاش شكا اسكامرهم عليها قاع بيل هو طويل بوتيتا اللي حرك تترقوا عنها شوابين شوابين بترتين من الصهر تترقوا عنها ما تعرفوا ما هو مهم انا قاع لا قلت له التحدي قال لي وقف علي هو يعرف علينا الليلة علينا يبوط علينا السنو وقلاص والناس قاعدة في ديارها غير قلت له ما هي مشكلة انا لين حاني مضى منين تجي منين تجي لين قيا معاها قاع وتوف فاهم شو نعتلو شو ذا ماتريال مطروح نعتلو ذا ماتريال مطروح نعتلو على الهاي واي هذا ماتريالنا المطروح واضح لك قد ما لي ترجع لي الاكزيت اي اكزيت الاولى من مينيسوتا سمعتني ماشي لها ويست لا تجي تلحق عليه اسم الشركه ويدير البروجي هم كاملين نحن هم المتولينها ولا نعتمرك وهذا لي درامبس اللي تشوف لا تعود قلت شريهم انت شاك عن ترافيك كنترول شاك عنه شوقه في امريك وانه والله ينطلع يقرا قاش ما عنده الامكانيات في حياة البشر كاملة ماشيين على رود ماشيين على العالم كامل لا سيبة ولا فضاء ولا كل حد قد يعذره ولا هو بزنس اللي كل حد قد يعذره احنا هو الوحيدين اللي بتعذره من الجانب اللي أصلنا جانب على أمريكا معنا قاع حمد الله أقبان الجنسية ما تعتبرونا قاع غير بعد أصلنا أنت مواصل من موريتا أنا ما أعرف كانت هي عندك ريموت هي راعي كبتك على عود ما عندك ريموت قراج بي عندي ذنتين ذكوما أوكي سلم انا قاعد ماني بارش اخني قاعد ماني بعدين افتح لله واحد افتح لله واحد اللي نيك صح يقول لك لك يو شرود الواحدين قالوا جان 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 الخروط يعطيك انت الخاص انت وجان شراكنا اللي معدلين الفتارة فيهم تقول لك الناس الجاهلة اللي ما قد قرات اللي تم موريتان كاتل الجوعين جات ولا تجيها عاد حاسد وقندانة به اللي جبروا قدامه ما يقدر يعدروا نعات الصاحب وبروجي بروجي نعات له فاضي قلت له شتها كامل قال له تبع كامل ماتريال قال له ما هو حق الواحدين خلينا ولا ينعتر لكن حسد بالحظ هم درامبات مهم زرق على الهاي واي للطرق السريعه كاملين وعليهم يو اس خلاص كان عليهم يو اس قد قال عليهم يو اس يو اس معناها يو اس رود سيتي هذا معناه يو اس ولا يوقفك عليه موتو شاكواري جراي ولا يدخلك مالي لا بيرو احنا ما نقيمنا عن الدار اللي فات البث يرجع لبداية البث ذي رواية ما لا يفهمها ما ورقاش خرس البث من بدايته هاي ما هي الارض اللي قيمنا منها واللي بقي يتم اللي معانا يتم معانا اللي نرجعوا مالي انا شوف الزيرات انا اعرف انه السنو مقيمش الدنيا بيضاء وذا بسم الله شوف هذا هم القواريج اللي ما هي فعلا عم يدير القواريج انا يفتح له منهم لا واحد قاعد خايف الله من العين الله يلطف الناس فعلا في العين يدخلوا به شرب يروم لي بسم الله الرحمن الرحيم الله يلطف والله من فتحه من تحت تمام شوف ذاك بيوم كلاس احنا ما نمشينا بدايه مقراج لا ديري على ديري على صنف انتيا عم تشوف شوف لا ينفتحوا لك ما تكيد شيء أصلاً انت فتيها راعي نفتحنا حاني يقع على علوشك عن ذاك شوف ما اللي قلت لك على ذول الله واحد منهم موقفة في كاميري ما نعملوها حاني بعد قاعد يمرد توقف تقواري شراعيهم تبقين نفتحهم لها كاميري ها ومساينات نعت لك صاحبك عليهم يو اس ما لك ترايفين ما لك ترايفين كاميري راعيها علوشك عنهم اللي ما تقدين قديها لك اللي يجيني نطيها له علو تشيك على ما تقدي نعطيها لك عيد شيك المرات نمشي بيكم عالمنا شو رأي لك تقدي مولي صرتك انت الليلة اللي حشمت شوف رأي علو تشيك على ما تقدي رأي الهدر تعود الشهرة ما قطك دارك ايش رأي قدار ترعي فيها راني عاطيها لك اللي اقطع بيتك في الطيارة وهاي شيء وانا الشهادات اللي فخركم توه ما يفخرني انا قطيت قلت لكم لان هذا هم الشهادات هاو هم اللي حصلت منهم فضتي راعيهم مطرحة هذا هم الشهادات تم لا يكذب عليكم كماش وخارق الرواية هم اللي مجننكم فيها ده ما كن فاهمينه لا ينطي درس الناس اللي في أمريك في رواية عودوا يفهموه تراعي في هذه ذاك يو اس يو اس رود سيفتي تراعي في ذول الدرامب واحدة منهم هذا هم قالهم هاي انتنسيتي هذا الواحدة منهم تنباع 160 دولار احنا عندنا منهم 3000 هذا هني نعود على الهاي واي نعود على الطريق السريع الناس اللي في أمريك تعرفهم وفي كندا تعرفهم هذا واحدة نتعود الطريق سريع تحسب لك 3 دولارات يوميا معناه 3000 درامب درامب بثلاثة اللي هي 9000 دولار يوميا يلي يعطيك الخزو ونختارك مولي
وهذه مريوات راهي ما تركي لها مشي لا عدلوا عدلها كيف تيك اللي في موريتانيا تقول لهم مكريه هاي وتر الرابيه المالكه اسمع بيرو بيرو مالي لافزرها ما يكذب على الناس ويقولوا ماذا كذا ايوا الكذبه هذيك وقفت حشمت قراش لي حاني ديك الكذبه وقفت ديك الكذبه وقفت مزاد جايتك مزاد جايتك هذا شوف مالي كراج راعي هون ديروته ذروته فيها 12 ريموت كنترول تراعي فيها فيها 12 ريموت كنترول لا القواريش اللي يعطيك الخازو مش انت صاح تشري ذا درام وعد البزنس سمعتني لا طاعني طاعن طاعني ذا من الكذيب طاعني ذا من الكذيب والحقد جايبوا هون الجوع والاهانه وكان في موريتانيا فتح لقايعاته انه لا يجي هون يعد البزنس بزنس بزنس يعني راشد حد راشد حق حق ما يقول لهم وهالكروش المبوطين وراكم يدلي يا الله يقص عمرهم كذا لا طاعني طاعني او ذيك الكذبه وقفت راجل يتكبط ورقد يعدل هذا انا اللي ما راعي متكبط سيفو سيفو لي جون شاكي عندك جوق حاني اللي بعد قاعدين ندخلهم نعت من بعد قاعدين روايه اللي يقولوا مو هذا بورتومان مكري ب 800 مش يا خزيك انت كان ذا النوع من البلدات قلت لك انكري ب 800 حاني حاني يعني عاد لك حاني حاني عاد لك انا عاد لك حاني حاني قاع وقف حاني ني نخش لي بالدين اي بعد ما نخلي حد يكذب الله يطير الله 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 حاني نوقف انا قاعدين نوقفاش نوقف عند لانتري قبال هاي جاي انت انا عندي عندي هنا هاي جاي انت والله حني انا شويه قاعد لا لين نعتولو كان حالك تو شوي لا ابدا نمشي فاتح بيعني فاتح اوفيس هاي بعد المرده اللي توقف شوف هذا لي باتيمو راعي هذا هو اوفيس يو اس وورد سيتي سمعتني ولا نمشي بك لين 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 ندخلك البليده تراعي فيها شاك عن هذا شاك عنه فوضى فاهم انا قاعد كودي ما وصالح حاني بعد قاعد يرواي توقف المرده بعد قاعد توقف كان هذا بلها يقول لك واحد هون ابورتمون وبزنس ابورتمون الله يطيركم مدناكم الله يطيركم مدناكم مكيذبكم راعين شوف البيلدينغ راعي مشي كرنت هذا ب 800 اللي يعطيك الخاز وكان هذا في ستيتات اللي ساكن انت فيهم كان يجبر فيهم ذا النوع من البيلدينغ كان يجبر فيهم سمعتني حاني نشوف لو في صراعي كم لا كذب ولو في الدنيا مظلمه انا ما راعي شيء ما راعي سبه ما راعي شيء هذا هو الاوفيس ها ما الاوفيس راعي ها هو الاوفيس تكلمت عنه وهذا ما لي راعي اللي شاي درتها لكم راعيها هذه مال هذيك يا يو اس رود سيفتي اني تقول لي هون اوفيس وكذا 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 هون ما في رقاش هون ما في رقاش شوف هاي ظلمه الدنيا مظلمه واضح لك كسحت كسحت قبل قبل ما اللي يمشي وقول عنده ما موجود مشي قز ديبارتمنت اوف ستيت وقول عنده ما موجود هذا ما خارج منه شيء واضح لك تم لا صفط لا صفير تم لا صفط سمعتني لا علمه تشك عن هذا راعي شوف لين قيس بيك الزر الاخر ملي تشوف رابي هذاك يا موقف انا لا نقيم لا سمحوا لي توف انا بعد المرده توقف المرده توقف او المرده وقفت وقفت المرده كسحت لا تكسح يا اللي حشمك عنك لا تكسح رقاش كامل يبقي يفهم يفهم ذي المردة رقاش كامل يبقي يفهمها يرجع لبداية البث يفهم ذي الرواية فاهمة قاع كونتاكت قدامي محروق يا غير بعد لي شاي شاي او ذيك المردة وقفت او ذيك المردة وقفت عندك لا تحشم انك لا تحشم رانك رانك نتعود مالي دور قضيت نمشي بك شرلات طلعت في الخلوات ما خالق رقاش ما خالق الشريكه من شرايك امريك للنقل تقد توقف لك ماين وقراضي رات في الدشره ما هي خالقه
دائما يعود الله في الخلوات، والله تات يعود الله في الخلوات، وذو معروف، وهذا هو السبب من انتقلوا ذي الأرض لله، هذا هو السبب. لأن اختير عود واضح للناس، فهم؟ اختير عود واضح للدمية. توم ردة وقفت، راك صاين تعود في قراش قضية واضحة. ها؟ شاك عنه لعاد السنو يبط العاد قلاص على اني ما نمشي وقف عليك المرد يعني كذي ذيب يوضعك يقطك الخزم اللي معك انا قاع معك كسحته حشمته مستعد ملي نطيه ذيك كامري اركب الطياره وجيني نطيها تعال نطيها هو ما ندبرها اي قصر عمرك رجع شو خرج يعود يحصل حقها ما هو اي قصر عمرك او الرويبضه لا عذابكم تعرفوا لا العذاب مو خارق لا العذاب عالم مولانا ذا النوع من الكذب اللي يبقى يفهم ذا يرجع لبداية البث ودعناكم لله الله يلطف توفي